الفيديو ديال اليوم، كنتمنى تابوناو وتفعلوا الجرس باش يبقى وصلكم كاع الفيديوهات ديالي. واكيد الى عجبكم الفيديو ديال اليوم خليو ليا لايك وما تنساوش شي كومونتير. كيف ما شفتوا في العنوان، الفيديو ديال اليوم غيكون على كيفيه العنايه وتنظيف البشره. وكيف ما كنعرفوا حنا كاملين بلي في موسم الصيف البشره ديالنا كتعاني من بزاف العوامل اللي كيضروا بها، بحال الحراره، اشعه الشمس، الجفاف، التعرق. لهذا كيخصنا ديما نعتنيو بها بابسط المسائل، بحال نزيدو من كميه الماء اللي مواجهين تنشربو، او موان نشربو واحد 3 لتر بار جور. ناكلو الفواكه اللي غنيه بالاملاح المعدنيه وبالماء، كالفواكه الموسميه اللي كاينه دابا، الفلاح، المنون، والكثير الكثير تبارك الله من الفواكه اللي موجوده عندنا في المغرب. هادشي كله كيخلي لنا البشره ديالنا نظيره وجميله. اول حاجه اللي كيف ما كتشوفوا معايا غنبدا بها وهي المقشر. هذا المقشر اللي كيحتوي على مواد بسيطه جدا وسهله وفي المتناول ديال الجميع، وموجوده في كاع البيوت المغربيه. اول حاجه نبدا بها وهي سكر سنيدة. سكر سنيدة بالنسبه للبشره اللي حساسه شويه، اما اللي البشره ديالو عاديه وما باغيش يدير السكر سنيدة اللي تكون رقيقه، فيدير الملح، الملح الخشن، فهو مفيد، هو مزيان ومقشر رائع للوجه. ثاني مكون وهي القهوه. القهوه حتى هي من المكونات الرائعه اللي كتساعد في التقشير وكتحيد كاع دوك الخلايا الميته من الوجه. ثالث مكون وهو زيت الزيتون. اللي بغى يعوض زيت الزيتون بزيت اللوز الحلو فمزيان، حتى هو مزيان بزاف في هذا المقشر. انا كنفضل نستعمل مكونات بسيطه واللي متواجده في كاع البيوت المغربيه. كنحتاجو معلقه ديال السكر سنيده، كنزيدو معها معلقه ديال القهوه، ماشي قهوه سريعه الذوبان وانما القهوه العاديه المطحونه. ثم كنزيدو زيت الزيتون على حسب الخليط ديالنا بما تيتجانس، وكنشوفوه مناسب باش نطبقوه على البشره ديالنا. انا هنا زدت 2 معالقات ديال زيت الزيتون وكان كافيني في الخليط. كنبقاو نحركو حتى تيتجانسوا كاع المكونات. من بعد كنشدو داك الخليط وكنطبقوه على البشره، يعني الوجه. انا وريتكم كيفاش نطبقو. الثاني وهي فتح المسامات وتنظيف البشرة بعمق وإزالة الرؤوس السوداء. كيف ما كتشوفوا معايا الجهاز اللي كنستعملو أنا باش كندير لافابور لوجهي، وكاين بزاف ديال الأجهزة وديال أنواع الأجهزة اللي ممكن تستخدموها. أو اللي ما كيبغيش أو ما كيتوفرش على هذا الجهاز يقدر يدير الطريقة المعتادة ديالنا، وهي كاسرونة دير فيها الماء، تزيد فيها هاد المكونات اللي غنوريكم دابا، كديرو واحد سخون مزيان وكديرو فيط على راسكم وكتخليو ديك لافابور تطلع باش تفسح لكم المسامات وتستافد البشره ديالنا من هاد المكونات اللي غادي نقول لكم. بالنسبه ليا انا كنستعمل هاد الجهاز لانني كنقدر نتحكم في الحراره ديالو، وكاملين خصنا ننتبهوا لهاد القضيه اللي هي مهمه بزاف، اننا ما نحاولوش نحرقوا البشره ديالنا ملي نكونوا تنديروا في هاد المرحله الثانيه. نحاولوا ما نزيدوش ما نقويوش السخونيه على البشره ديالنا باش ما تحرقش اولا باش ما تلتهبش. ندوزو دابا المكونات. اول مكون كنحتاجوه وهو الزعتر.
انا درت الزعتر حيت اول حاجه متواجد عندي في المنزل، ثاني حاجه كيتعتبر مضاد للاكسده مما كيجعله اساس للحفاظ على حيويات وشباب البشره والجلد، وكيساعد في قبض البشره وكيخفف من الافرازات الدهنيه. ثاني مكون هو اليزير، وهو مهم لترطيب البشره وكيحفز الكولاجين وكيساعد على تقليل التجاعيد وترهل الجلد. ثالث مكون وهو النعناع، وكيف ما كنعرفوا النعناع من الاعشاب العطريه وكيعالج الكثير الكثير من مشاكل البشره. وكاين بزاف ديال الشامبوهات ومستحضرات التجميل والادويه اللي مستخلصه من زيت النعناع. من بعد ما كنديروا الماء كنزيدوا عليه شويه ديال الزعتر اللي تكلمنا على المنافع ديالو، كنزيدوا عليه شويه ديال الزبيب، ثم في الاخير كنضيف ورقات ديال النعناع. كنديروا الجهاز في الطو باش يخدم ويدير لينا شغلو الخدمه ديالو. من بعد كنديروا وجه نفتيك فتيك الغريريف اللي كاين، كندوزو لتالت مرحلة وهي الأخيرة. هاد المرحلة عبارة عن ماسك كيساعدنا باش نسدو المسامات، وأيضا كيزيد ينقي لنا وكيعالج لنا المشاكل ديال البشرة ديالنا، بحال مثلا البتور بالنسبة للبنات اللي كيعانيو منهم، التهابات اكسيتيرا. فهاد الماسك كنحتاجو ثلاثة ديال المكونات كيف ما كتشوفو. أول مكون وهو الطين الأخضر، كيف ما كنعرفوا على الطين من افضل المواد الطبيعيه للعنايه بجميع انواع البشره خاصه الدهنيه، بحكم انه كيحتوي على اكسيد المغنيسيوم اللي كيحسن لنا افرازات الغدد الدهنيه، بالاضافه الى الاملاح اللي كتقوي وكتعطي نضاره للبشره ديالنا. ثاني مكون وهو الليمون او الحامض، هذا المكون غني على التعريف وكيتعتبر من الفواكه الهامة لصحة الإنسان، بحكم أنه غني بالفيتامينات المعادن والألياف الغذائية الزيوت الأساسية المفيدة بزاف للبشرة والجسم كامل. ثالث مكون واللي خليته هو الأخير باش نتكلم عليه وعلى الفوائد ديالو الهائلة، وهو تيتري أويل أو زيت شجرة الشاي. هاد الزيت كيتعتبر مضاد لمختلف مسببات العدوى جميع انواعها، من الجراثيم البكتيريات الفيروسات والفطريات، وبالتالي هو مفيد لعلاج الالتهابات المختلفه لجميع انواع الالتهابات اي الداخليه، مثلا التهاب القولون التهاب المعده بزاف بزاف الالتهابات، والخارجيه منها كالتهاب التهابات الجروح الفطريات اللي كتكون في الاظافر مثلا. نقدروا نستعملوا كيف ما انا شخصيا كندير، نزيدوا شويه الماء وكنديروا بامبوش لانه مفيد للثه ايضا، وهو منشط الخلايا الجسم والدوره الدمويه، وايضا مقوي لجهاز المناعه، وكثير كثير كثير من الفوائد اللي ما نقدرش نقولها لكم كاملين في هذا الفيديو باش ما يجيكمش طويل وما تملوش. مي اكيد الا بغيتوا تعرفوا الاستعمالات والفوائد ديالو كامله خليو ليا في لي كومونتير وقولوا ليا بلي باغيين تعرفوا فيديو خاص عفوا بلي باغي ندير لكم فيديو خاص تعرفوا فيه جميع الفوائد ديال التيتري اويل والاستعمالات ديالو. ونديرو لكم عندي حتى شي مشكل، انا شخصيا ما تيخطانيش من الدار حيت ديما كنحتاجو، وبحكم التجربه ديالي وبقيت مجربه شحال ديال الوقت ونفعني في بزاف ديال الحوايج، دونك داكشي علاش انا بغيت نشارك معكم التجربه ديالي. الان دوزو الماسك، ديرو شويه ديال الطين الاخضر،
على حسب الكميه اللي باغيين نضيفو وعلى حسب الكميه اللي نتوما محتاجينها. كنزيدو عليها قطيرات ديال الحامض. بالنسبه للبنات اللي البشره ديالهم حساسه فكنصحهم ما يكتروش من الحامض ومن التيتري، حيتاش كيهيجو شويه البشره ويهرسوا بقطيرات ديال الماء كيف ما غندير انا دابا، حتى انا عندي البشره حساسه شي شويه ما كنقدرش نقوي فيها الحامض حيت من بعد كتبدا كتحرقني، وانا كندير الماسك ومن بعد ملي كنغسل وجهي كنلقاه شويه حمامر، مي الا درتو غير نقيطات وهرستو بالماء غيكون افضل. كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما ضفنا كاع المكونات الطيل الاخضر الحامض تيتري شويه ديال الماء غنبداو نجمعوا به. ما كما انتبهتوا ما استعملتش انايا معلقه ديال الميتال حيت الميتال تيتفاعل لينا مع الحامض، وانا كنتفادى هذه القضيه جبت معلقه ديال العود هي باش حركت وباش جمعت الخليط ديالي. كنبقاو نضيفوا الماء ندوفوا الماء بشويه 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 حتى كيتماسك لينا الخليط وكتشوفوه مناسب باش نديرو على البشره ديالنا. ملي كنضيفوا هذا الخليط كله كنطبقوه على البشره ديالنا كنخليوه حتى كيبان لينا نشف كامل على البشره ديالنا. راه كيبدا كيجمد لكم الطين كيبدا كينشف كيبان لكم نشف، ما كتبقاش قادرين تحركوا الوجه ما كتبقاش قادرين تضحكوا. عاد كتمشيو تغسلوه، من الافضل تغسلوه بالماء يكون دافي ولا يكون بارد حيت تفاداو ليا الماء السخون. الماء البارد مزيان للبشره بزاف كيخليها ديما مجموعه ما كيشرفهاش كيف ما كنقولوا. من الاحسن بقاو تفاداو الماء السخون وغسلوا ديما بالماء دافي او الماء البارد. انا الفيديو ديالي غير سالي هنا، غنمشي ندير الماسك على وجهي ونغسلو اكيد غادي تشوفوا واحد النتيجه رائعه. النصيحه اللي نبغي نعطيها لكم، حاولوا هذا الماسك ديروه مره في السيمانه اولا مره في 10 ايام ما تقويوش منه من الاحسن لانه شويه قاسح على البشره. نقول لكم باي باي عليكم في فيديو جديد ان شاء الله وفلوقات جداد. تهلاو ليا في راسكم، ما تنساوش تخليو ليا لي كومونتير وتقول ليا الاراء ديالكم على هذا الروتين، وتهلاو ليا في راسكم. كنبغيكم كاملين، بيزو.